تمت حملة على عملية الاستنباط بسبب دخول مصطلح الاجتهاد للتعبير عن هذه العملية. شباب الوعد، انت في كل أمة للعمل، اصنع التاريخ، انت الأجل يوسف الحمل، انت البسم للجراح، فيك الجرح يندمل، هم أسر وعزمة، لا تخاف المحتمل، هم أسر. ترقبوا في الساعة 8:30 مساء البث المباشر المهدي علم تقوى وسطية أخلاق، المهرجان الثاني، الدورات التربوية القرآنية الثانية، دورة الموعظة الحسنة تحت شعار التربية والقرآن تصنع أنصارا لله أنصارا للمهدي. وسيتضمن المهرجان فعاليات الراب المهدوي والشور المهدوي وتلاوة القرآن وإلقاء بحوث من سلاسل بحوث السيد الأستاذ دام ظله، وسيتضمن أيضا حفلا تكريما للباحثين والرواديد والذاكرين من الأشبال والشباب تثمينا لما قدموه في الدورات التربوية القرآنية الثانية، دورة الموعظة الحسنة لعام 1440 للهجرة. أيسا أن السبت 8 ذي الحجة لعام 1440 للهجرة. لمشاهدة بث المهرجان على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية.